بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وحبيبنا ومولانا وقائدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء يا ربنا بعد. اللهم أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك يا ربنا عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا، وارزقنا اللهم الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وبعد، أحبتي في الله، فأرحب بكم في الدرس 29 من دروس ومجالس قراءة وشرح كتاب روضة الطالبين أو روضة الطالبين وعمدة المفتين لشيخ الإسلام أبي زكريا محي الدين يحيى ابن شرف النووي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به ورحمه الله تعالى. ولازلنا أيها الأحبة في أركان الوضوء، تكلمنا عن الركن الأول وهو النية، وتكلمنا في جميع تفصيلاتها وفي جميع ما يخطر ببالك أو ما لا يخطر ببالك. طبعا ينبغي علينا أن ننوه أن الإمام النووي لما صنف هذا الكتاب نزع منه الأدلة. الأدلة موجودة في موسوعات أخرى زي المجموع، يعني في هذا الكتاب نزع منه الأدلة، نزع منه التعليلات، ونزع منه أقوال الأئمة غير الشافعي. هو اقتصر على ذكر الأقوال في المذهب الشافعي وبيان الراجح منها. ولهذا عندما ذكر الفرض الثاني من فرائض الوضوء، بسم الله، قال: الفرض الثاني الوجه. الفرض الثاني الوجه. طبعا الدليل، الركن الأول أو الفرض الأول النية، معروف قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الأدلة كثيرة. الآن في الموسوعات الأخرى، في الكتب الأخرى غير هذا الكتاب، العلماء بيعرفوا الوجه. الله عز وجل يقول في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الآن هناك خلاف بين العلماء في معنى كلمة غسل. الآن أنا بدي أغسل، لنفترض أنه هذا صحن، بدي أغسله. بعض العلماء بيقول إذا حطيته تحت الحنفية ومرقت المي عليه اسمه غسل. وإحنا النساء عندنا بالمطبخ لما بدها تيجي تتناول صحن نظيف، صحن نظيف موجود بالمجلة له أسبوع شهر محطوط، بدها تستعمله، بتقول لها بنت أغسلي. كيف يعني أغسلي؟ بس شيلي عنه الغبرة. كيف تشيل الغبرة؟ بس تحطه تحت الحنفية. ممتاز. لكن الإمام مالك قال لا، لازم تقول هيك، لازم تدلك. ولهذا الإمام مالك اعتبر الدلك جزء أو عنصر من عناصر الغسل. الإمام الشافعي قال له لا، مجرد إمرار الماء عليه اسمه غسل.
ولهذا اللي بغطس في بركة ماء نعتبره غسل وجهه ومنعتبره غسل إيده. إمامنا الإمام مالك يقول لك لا لازم يدلك، ماشي؟ طيب الدلك عند الشافعي سنة، عند الشافعي سنة، وعند مالك وأحمد فرض. يعني من مستلزمات الغسل إنك تدلك، ما علينا. الآن إذا فاغسلوا وجوهكم، طب إيش الوجه؟ الوجه ما يقابلك. أنا لما أوقف قدام أبو عبادة أو قدام رجب أو قدام براء أو كذا، أو لما أوقف قدامه إيش اللي بيقابلني؟ هاي تدوير الوجه، هاي الوجه. طبعا هنا قال الإمام النووي رضي الله تعالى عنه: الفرض الثاني غسل الوجه، والغسل يكفي فيه إراقة الماء على الشيء المغسول. طيب ويجب استيعابه بالغسل أو بالغسل، يعني تستوعب جميع الوجه. في بعض فترة هون هاي اللي جنب الإذن بدك تدير بالك عليها، بدك تستوعب. طيب وحده، حده يعني حدود الوجه، قال من مبدأ تسطيح الجبهة. أسأل الآن بده يبدأ الآن الإمام النووي يذكر لنا تفصيلات أسماء لغوية. هاي الجبهة، هاي الجبهة، بدي أطرش لها اللفة عشانها. هاي الجبهة، الآن الجبهة مسطحة في ميلان للرأس. هاي إذن مبدأ تسطيح الجبهة إنه تصير الجبهة زي الكف من هنا، من يعني من منابت الشعر. أيوة، في بعض الكتب، في كتاب من منبت الشعر. بس لماذا الإمام النووي قال مبدأ تسطيح الجبهة؟ لأنه في ناس بتلاقي شعره من أصلع، مثل أبو عبادة أصلع لهون من هون، فشو منابت الشعر؟ ما في شعر من مرة بده يغسل رأسه، لا. المقصود مبدأ تسطيح الجبهة. طبعا قالوا من منابت الشعر. طب اللي في واحد بيسموه أغم، أغم شعر رأسه نازل عجبهته، هذا مش محسوب، هذا بده يغسل الجبهة، الشعر بده يغسل الجبهة كاملة. قالوا من مبدأ الجبهة للذقن، الذقن لوين؟ لهاي النقطة، هاي من الرقبة هاي. طبعا انت هاي ما حدا بيشوفها، انت لحد هون. من مبدأ تسطيح الجبهة حتى أسفل الذقن، هذا طولا. قال وحده من مبدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى الذقن، هاي الذقن، إلى منتهى الذقن، اللي من تحت هذا ما لنا دخل فيه. طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، من الأذن للأذن بيناتهم، هذا اسم وجه يجب أن تغسله. قال وتدخل الغايتان في حد الطول. دقيقة شوي، دخول الغاية، احنا في عندنا حروف جر اسمها حروف الغاية. لاحظوا، بدي أضرب لكم مثال. الله عز وجل قال بنفس الآية التي ذكرناها: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى هذا حرف غاية، الغاية لوين؟ غسل، بظلك تغسل تصل لغاية. وين الغاية؟ المرفق. طب المرفق محسوب ولا مش محسوب؟ يعني بده ينغسل ولا ما بده ينغسل؟ بده ينغسل. طيب ربنا في آية ثانية قال ثم أتموا الصيام إلى الليل، إلى نفس إلى المرافق، انتهاء غاية. طيب الليل بنصام؟ لا. إيه بعدين معكم يا فقهاء جننتونا، يا بتدخل ما بعد الغاية يا ما بتدخل. الإمام الشافعي قال لا يا حبايبي أمهلكم، قال إذا كان ما بعد الغاية من جنس ما قبلها دخل، ولهذا يكونها إيد. المرفق اللي قبل المرفق إيد، واللي بعد المرفق إيد، إذا المرفق بدخل. بينما النهار والليل، هل الليل يدخل في النهار؟ ولهذا قال الشافعي إذا كان ما بعد الغاية من جنس ما قبلها دخلت الغاية، وإن كان ما قبل الغاية من غير جنس ما بعدها
فلا تدخل. ولهذا الليل لا يدخل في الصيام والمرفق يدخل. هنا الأذنان من الوجه ولا مش من الوجه؟ مش من الوجه، إذن لا تدخل لأنها من غير جنس الوجه، بينما الجبهة من جنس، إذن تدخل. وصف قاعدة. ولهذا إذا كان ما قبل الغاية من جنس ما بعدها دخلت الغاية، وهي الذقن من الوجه. وإذا كان ما بعد الغاية من غير جنس ما قبلها لا تدخل. ولهذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الأذنان من الرأس. ولهذا شو الحكم المستحب في الأذن؟ غسل ولا مسح؟ مسح. ليش؟ لأنها من الرأس، حكمها حكم الرأس. فهنا يقول إمامنا وتدخل الغايتان في حد الطول، يعني الجبهة لما قالك من مبدأ تسطيح الجبهة، الجبهة داخلة والذقن داخل. قال وتدخل الغايتان في حد الطول ولا تدخلان في حد العرض، معك لحد الأذن. بس في نقطة سيذكرها النووي، إنه أنت ما بدك تجيب مساح يرسم لك ما بين الجبهة والرأس عشان يقول لك هذا بتغسله وهذا ما بتغسله، لازم تجور على الرأس شوي عشان تتأكد أنك غسلت الوجه. لازم تطلع لفوق الرأس وتنزل تحت الذقن وتمزع لك شوي من أذانك حتى تضمن أنك عملت الحدود كاملة. قال ولا تدخلان في العرض فليست النزعتان من الوجه. هاي الناصية وهاي الجبهة. هون في بعض ناس بتلاقي هون فراغ، الفراغ اللي فوق الجبهة جنب الناصية من هون وجنب الناصية من هون. أنا شارح لكم إياها، هاي هون اسمها نزعة وهاي نزعة، بس اللي على التسجيل مش راح يشوف غير تاني اشرح له إياها. منقول إنه فوق الجبهة في عندي ناصية، الناصية مقدم الرأس، الناصية من الرأس، الناصية من الرأس ولا من الوجه؟ الناصية من الرأس، الجبهة اللي من الجبهة من الوجه والناصية من الرأس. على جناب الناصية في هون نزعة وهون نزعة، بسموهم نزعتان. هذول جنب الناصية، الناصية من الرأس والنزعتان كمان من الرأس، فهل يجب غسلهم؟ لا، هذول من الرأس. قال فليست النزعتان من الوجه وهما البياضان أو الصلعتين، يعني المكتنفان للناصية أعلى الجبينين. هم يسمون جبين أو جبينين، هذا جبين وهذا جبين، هاي الجبين عظمة، الجبين عظمة هون وعظمة هون، فبيسمون كلهن، يا بتقول كله جبين يا هذا جبين وهذا جبين. فأعلى الجبينين الجبين من الوجه، لكن أعلى منه هذا من الرأس، بيسموهن نزعة، نزعتان، صلعة خفيفة أو انحسار في الرأس جنب الناصية. المكتنفان للناصية أعلى الجبينين ولا موضع الصلع. الصلع يعني من الرأس بس أصلع ما في شعر، لأنه في بعضهم قالوا منابت الشعر، منابت الشعر الطبيعي مش للأصلع. قال ولا موضع الصلع وهو من حسر عنه الشعر فوق ابتداء التسطيح، فوق الجبهة، يعني من حسر عنه الشعر فوق الجبهة. يعني قال وأما الصدغان، الصدغان عظم، عظم الصدغين، بس المقصود الشعر اللي على عظم الصدغين. تبيل شوي، هذه العين، تحت العين شو فيه؟ خد، خد وجنة، على يمين وعلى يسار الخد شو فيه؟ أذن. لو عملت مربع، مربع من الأذن إلى الخد إلى العين إلى العظمة، هاي هاي اسمها صدغ. هاي شو اسمها أبو عبادة؟ الصدغ. يعني الصدغ على يمين أو يسار العين فوق الأذن، فوق الأذن. طبعا هذا الصدغ من الرأس ولا من الوجه؟
هو قالوا في بعض المفسرين العلماء بيقولوا الصدغ ما بين العين والأذن. لاحظ كيف ده ما بين العين والأذن، هاي المنطقة، هاي المنطقة. طبعا لو عملت مربع ما بين خدك وعينك وإذنك، اللي فوق الإذن وجنب العين اسمه صدغ. قال وأما الصدغان وهما في جانبي الأذن، هون هيك يعني جانب وفوق. قال وبعضهم قال بين الأذن والعين، يتصلان بالعذارين، هاي العذار، هاي يعني اللي هو قال العذار موضع الشعر الذي يحاذي الأذن، العذار موضع الشعر الذي يحاذي الأذن. قال من فوق، فوق الأذن يعني، فوق الأذن. قال فالأصح أنهما ليسا من الوجه، قاعدين بنحكي على الأصداغ إحنا. وأما الصدغان قال فالأصح أنهما ليسا من الوجه. طيب ما نزل من الرأس شعر عم الجبين، الجبهة أو بعضها، وجب غسل ما دخل في حد الوجه منه. إذا نزل من الشعر على حد الجبهة صار بالوجه، صار زي رموش. إذا نزل من الرأس شعر يعني الجبهة كانت مشعرة، فقال فإذا وجب غسل ما دخل في الحد المذكور وفي وجه ضعيف لا يجب إلا إذا عمها عم الجبهة. قال وموضع التحذيف، التحذيف وهو الشعر النابت في أعالي الجبهة اسمه تحذيف، سموه العرب تحذيف، هذا في أعالي الجبهة. بس في أعالي الجبهة قال هذا من الرأس، التحذيف من الرأس لا من الوجه على الأصح، وهو الذي ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة. قال وأما شعور الوجه، الوجه في شوارب، في أهداب رموش، في حواجب، وفي شعر نادر شعر المرأة لحية المرأة. قال أما شعور الوجه فقسمان، حاصلة في حد الوجه، حاصلة في حد الوجه وخارجة عنه. يعني اللحية هاي بتطول 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 بتصير لحيته لصرته، بدي يغسلها كلها ده نشوف. قال حاصلة في حد الوجه وخارجة عنه، والحاصلة في نادر الكثافة وغيرها. حاصل في شعر اللحية كثيفة، معروف الأغلب في اللحى إنها كثيفة، لكن الحواجب لا، الأصل ولهذا الحاجب الكثيف نادر، واللي بيكون حاجبه كثيف يمكن يروح على طبيب أو يروح على حلاق يخفف له منه. ممتاز. قال وأما الشعور، شعور الوجه فقسمان، حاصلة في حد الوجه وخارجة عنه. الآن بدأ بالحاصلة في حد الوجه، والحاصلة نادرة الكثافة وغيرها غير نادرة. قال فالنادرة كالحاجبين والأهداب الرموش والشاربين والشاربين والعذارين، هاي المنطقة اللي هو بس طبعا يعني خلنا نقول اللي هو موضع الشعر الذي يحاذي الأذن، ممكن هون السوالف يعني أو فوق السوالف بشوي. قال العذارين موضع الشعر الذي يحاذي الأذن. قال يقول النووي وهما المحاذيان للأذنين بين الصدغ والعارض، وإحنا حكينا شو معنات الصدغ. طبعا بعض العلماء ذكر تفصيل الوجه، قال الجبهة من الوجه وهي موضع السجود، هاي الجبهة. قال الله تعالى سماهم
في وجوههم من أثر السجود. إذن موضع السجود اعتبره ربنا من إيش؟ من الوجه، وهو أول ما يواجه من غيرك فاعتبروا من الوجه. والجبينان من الوجه، وهما العظمان المشرفان على الجبهة، هذول عظمتين، هذول عظمتين على الجبهة. قال والنزعتان من الرأس، وهما البياض والبياض اللي حكيناه، الذي انحسر عنه شعر الرأس من جانبي مقدم الرأس، يقال نزع الرجل فهو أنزع، وتسمى أيضا الجلحة، يقال رجل أجلح، يعني في صلع منه. والناصية من الرأس اللي هي مقدم الرأس، وسبحان الله في قوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة تبين أنه مركز الاختيار عند الإنسان في الناصية، في الدماغ مقدم الرأس. والصدغان من الرأس، وهو الصدغ العظم اللي حكينا عنه اللي على يسار أو يمين العين وفوق الأذن، هذا من الرأس. والعذاران من الوجه، وهو الشعر الخفيف المقابل للأذن، يعني قد يكون شعر الخد من الوجه. وقال مالك ما لناش، والعارضان من الوجه، وهو الشعر الكثيف تحت العذار. طيب الآن قال النووي وفي موضع التحذيف، وهو الشعر الذي بين ابتداء العذار والنزعة، وهو الداخل إلى الجبين من جانبي الوجه، فيجب غسل ظاهر هذه الشعور وباطنها. نتكلم عن الشعور الخفيفة، الشعر الخفيف زي الحاجب بدك تغسل البشرة تحته، بدك تغسل البشرة تحته. طبعا لما تغسل البشرة تحته أكيد انغسل هو. إيش؟ هسه بنكتك هالنكتة، اللحية الخفيفة تغسل ظاهرها. جاء رجل إلى الإمام الشعبي، وكان الإمام الشعبي صاحب دعابة، قال له يا إمام أنا لحيتي ما بقدر أوصل المي، لحيته كثيفة بقدرش أوصل المي داخل لحيتي، قال له اغسل ظاهرة بكفيك، قال له ما بكفي، قال له انقعها من الليل. شوف دعملك فدين يسر. الآن هو تكلم عن الشعر الكثيف والخفيف، إحنا الآن يا ابني بعدنا بالخفيف، الخفيف زي الحواجب، فبقول لك شعور الخفيفة فيجب غسل ظاهرها وباطنها مع البشرة تحتها، وإن كثفت. حتى لو واحد عنده حواجب كثيفة نقول الله بعينك بدك يعني تكب مي جوا بحيث تغسلها لو كثيفة، لأنه كثافة هذه الشعور نادرة. ولنا وجه شاذ أنه لا يجب غسل منبت كثيفها، شاذ. قال وغير النادرة شعر الذقن، هذا ممتاز. والعارضين، وهما الشعران المنحطان عن محاذاة الأذنين، فإن كان خفيفا اللحية الخفيفة وجب غسل ظاهره وباطنه. يعني يمكن لحيته شوي، لكن زمان كانت أخف عادي بتنغسل بسهولة. قال مع البشرة، ظاهر وباطن مع البشرة. وإن كان كثيفا وجب غسل ظاهر الشعر فقط، وجب غسله لأنه هذا الذي يواجهك، هذا اللي اسمه وجه، وجب غسل ظاهر الشعر فقط. وحكي قول قديم ضعيف، وحكي قول قديم وقيل وجه إنه يجب غسل البشرة أيضا وليس بشيء صعب، ولهذا الكثيف بس بتغسل الظاهر. ولو خف بعضه وكثف بعضه فالأصح. في بعض مثل مناطق هون واحد لحيته طويلة بس من هون خفيف، الخفيف إله حكمه والثقيل إله حكمه.
يعني بتغسل ظاهر الكثيف واللي مبين شوارب كذا له حكم. قال فالأصح أن للخفيف حكم الخفيف المتمحض وللكثيف حكم الكثيف المتمحض والثاني للجميع حكم الخفيف. طيب كيف بدنا نميز بين الخفيف والكثيف؟ أرجح الأقوال إذا بينت البشرة فهو خفيف وإذا ما بينت فهو كثيف. قال وأما ضبط الخفيف والكثيف فالصحيح الذي عليه الأكثرون وهو ظاهر النص نص الشافعي رحمه الله أن الخفيف ما تتراءى البشرة تحته في مجلس التخاطب، مش قاعد بيني وبينك 2 كيلو ولازم أشوف البشرة، لا في مجلس التخاطب قاعدين بيسولفوا مع بعض، زبون فات عند التاجر وبيحكي معه شاف البشرة تحت لحيته قال هذا خفيف. في مجلس التخاطب والكثيف ما يمنع الرؤية، والثاني أن الخفيف ما يصل الماء إلى منبته من غير مبالغة، والكثيف ما لا يصله إلا بمبالغة، ويلحق بالنادر في حكمه المذكور لحية امرأة. في بعض النساء تلاقي في عليها شعر مشعرة شعر على حيتها شواربها، قال هذا حكم النادر. وكذلك خنثى مشكل، الخنثى ما فيه علامات ذكورة وعلامات أنوثة، ربما كان له ذكر لكن له صدر، هذا ما مش مشكلة خلاص له ذكر يعني شو اسمه، بس في أحيانا مشكل يعني مغلب، بمعنى أنه له فرجين، فرج أنثوي وفرج ذكري، شلون بدك تحسبه؟ هذا بيسموه مشكل. اللي مش مشكل الخنثى إذا غلبت عليه علامات الذكورة يعامل معاملة الذكر، وإذا غلبت عليه علامات الأنوثة يعامل معاملة الأنثى. المشكل اللي حيرنا ما عرفنا له رجل من رأس وجه من رأس، فلهذا هذا بيسموه خنثى مشكل. هذا الشعر في نادر، قال ويلحق بالنادر في حكمه المذكور لحية امرأة وخنثى مشكل وكذا عنفقة الرجل. هاي العنفقة، العنفقة الشعر اللي أسفل الشفل سفلة، وعنفقة الرجل الكثيفة على الأصح، وعلى الثاني هي كشعر الذقن. والآن القسم الثاني من أقسام الشعور الخارجة عن حد الوجه من اللحية والعارض. في معنى مجال؟ من اللحية والعارض والعذار والسبال، السبال يعني الشوارب، وفي بعضهم بيقول أطراف الشوارب، هذا السبال أطراف الشوارب، بس الشوارب من الوجه، بس أحياناً مثل شوارب أبو فهمي تاع بتلاقيه مادن شبر من هون وشبر من هون، فإذا هذا بيسموه خارج، يعني بعضهم قال الشارب اسمه السبال، بعضهم قال لك لا أطراف الشوارب ربما خرجت عن حد الوجه. والسبال طولا وعرضا، والأظهر وجوب إفاضة الماء عليها وهو غسل ظاهرها، والثاني لا يجب شيء، وقيل يجب غسل الوجه الباطن من الطبقة العليا، بس هو يعني يجب غسل ظاهرها، وقيل يجب غسل السبال قطعا، والمذهب الأول. طيب قلت نكون قد يعني وصلنا إلى قول النووي هنا، قلت قال أصحابنا نكتفي بهذا القدر، أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما سمعنا وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيانا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين، بسم الله.
اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ارم عنهم، اللهم ارم عنهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، عالة فاحملهم، اللهم يا الله يا كريم أمدهم بملائكتك، اللهم أمدهم بملائكتك، اللهم إنك قلت في كتابك الحكيم ومن النصر إلا من عند الله، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم يا صاحب النصر، اللهم اخذل أعداءهم، اللهم دمر أعداءهم، اللهم زلزل الأرض تحت أعدائهم، اللهم اجعل أعداءهم عبرة لكل معتبر، وامنحنا أكتافهم يا الله يا كريم، اللهم عجل في تحرير المسجد الأقصى يا الله يا كريم، وارزقنا شهادة على أبوابه. هذا، وصلى الله تعالى وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وحبيبنا ومولانا وقائدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.